مرحبا. أهلين. هي اللي بتفهم كلنا نسوان هنا في الصالون، ما تشلحي الخيمة اللي لابستيها وتتبلبطي. يا أختي أنت شو دخلك فيها؟ اختصري. فكيني أنت الثانية، بدي أخلص. قلتها كمان عشان الكل يسمعها. الله أكبر. إذا قصيتي شعرك كيري والله لا تطلع شقفي بالبقلك. كيف بدك أعمل شعرك؟ يعني دقردي؟ يا اختي انت مش ملاقي اوسع من هالصالونه اللي قد كس العقربه. الله عروسه مش انتو، ما بدي اقص شعري. شو صاير برا؟ انت وعدتني انك حتفتح صفحه جديده، بس تذكر. وتذكر يا دابا عن جد بحبك. شو بعرفني؟ بدهم يحرروا الاسد. هدول بدهم مش الاسد. بدهم يمسحوا الاخضر واليابس. ما تسيبيكي من اللي بيصير برا، تعالي خلصي لي عاد. عاجبك اللي بيسويه حبيبك السرسري؟ انتوا عارفين اكب حمار بذبح له في النهار؟ هذا على العيد بوكلش بوزه الا من كاظم. شو بتعمل لك بطة بسيج؟ معلش يا اخوان حملوا شوي. تعك يا سكروا الصالون، بنستير الغنى والانسان. هينا انحشرنا، عجبك؟ هينا قعدت هنا بنتسلى. طب شو رايك تخليهم يمعطوكي بالحلاوه؟ والله إلا تطلع تبرق برق. الله يجعله برق ينزل عليك ويحملك طيرك.